اوكي الوحدة السادسة. الوحدة السادسة الصلاة. الصلاة الدرس السابع والأربعون. الدرس السابع والأربعون الحوار الثاني. الحوار الثاني انظر واستمع. انظر واستمع السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام. وعليكم السلام أنا مسافر إلى مكة. أنا مسافر إلى مكة إلى أين أنت مسافر؟ إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. أنا مسافر إلى المدينة لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. للصلاة للصلاة في المسجد الحرام. المسجد الحرام ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. أركب الطائرة. والآن جاء دورك. والآن سارة، Yes, sir. you will repeat everything. Okay, sir. So in Arabic? Yes. Okay, sir. انظر Assalamu واستمع alaikum. Okay. وأعد. واستمع وأعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. أنا مسافر إلى المكة. إلى أين أنت مسافر؟ إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا أنت مسافر إلى المكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. للصلاة في المسجد النبوي. للصلاة في المسجد النبوي. أوكي. للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله.
في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. أركب الطائرة. شاهنباز، ياسيني. السلام عليكم. Yes. وعليكم نعم. السلام ياسيني. you are first. السلام عليكم. وعليكم السلام. you are second. start. Okay. السلام عليكم. Who has lost the internet? Firdos, do you hear us? Isa Hambisa. Yes, sir. You are second. Read the sentence. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana musafirun ila al-Makkah. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. وين أنت؟ لماذا أنت لماذا؟ مسافر إلى مكة؟ Your sound is not good, Isa. لماذا؟ لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة. لماذا أنت مسافر؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ إيسا سادة، you continue from here. Yes. Read this sentence. Yes. Yes, sir. Masjid al-Haram, sir. This okay. One. Lisa, yes. Salah. Okay. To perform Salah in Masjid al-Haram, leader Musafirun ila al-Madina. Lissalati fil Masjid al-Nabawi. Lissalati fil Masjid al-Nabawi. للصلاة في المسجد النبوي. وين أنت تصلي الجمعة؟ في مسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ بالطائرة. وأنت؟ أركب الطائرة. سأركب الحافلة. This is bus. يا أركب الحافلة. المفردات الأرض. انظر واستمع واعد. We will do it next time. Try to send me the answers of these questions before the next class. Anybody has any question, they can ask me. One student at a time, tell me what is the answer for this. Wada'an, Ustad, is that correct? Wada'an. هو يشرب. هو يشرب.
goodbye. وداعاً. هي تشربين. تشرب. هي تشرب. هي هي تكتب. تأكل. One student at a time. When one is speaking, other student should become silent. Now, one student, answer me. Anyone? هي تأكل. هي تأكل. هو يشرب. He is drinking. هو يشرب. She is eating. هي تأكل. The first one. هي تشرب. He is drinking. هي تشرب. هو يشرب. He is drinking. هو يشرب. Goodbye. وداعا. She is eating. هي تأكل. A sandwich. هي تشرب. She is drinking. هي تشرب. Sandwich. الولد يقرأ. الولد يقرأ. الولد. أولاد. أولاد. هي تطبخ. هي تطبخ. تطبخ. الولدان يسبحان. الأولاد يقرأون. الولدان يقرأون. الأولاد يقرأون. البنت. بنت. والرجل. الرجل تطبخ. الرجل يطبخ. الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. يطبخون. الرجل. الرجل يسبح. الرجلان ونساء. ونساء. هو يجري. هو يكتب. هو يكتب. هي تسبح. هي تسبح. هما تسبحان. هما تسبحان. هما هن يسبحن. هما يسبحن. هم يأكلون. هما طبخان. الرجال يأكلون. المرأة تشرب. هو يسبح. البنت تسبح. Which option? Three. هو يسبح. Three. هو يسبح. هم يكتبون. هن يكتبن. هن يكتبن. 30.
لديها بعض الخبز. هم يقولون. هم يأكلون. سوري. هم يقولون. البنت تكتب. البنت تكتب. البنات يكتبن. هي تقرأ. هي تقرأ. هي تقرأ. البنات يكتبون. البنات يكتبن. النساء يسبحن. البنت تسبح. هم يسبحون. هم يسبحون. هم يسبحون. النساء يسبحن. هما يسبحان. الرجل يأكل. الرجل يأكل. سري. الرجل يأكل. الأولاد يأكلون. الأولاد يأكلون. البنات يشربن. البنت تجري. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. البنت تسبح. البنت تسبح. لديك كتاب أصفر. المرأة تسبح. بنطلون. المرأة تسبح. المرأة تسبح. هم يكتبون. هم يكتبون. We will stop here and next time inshallah continue. See you all next time inshallah. Shukran jazakallah. Wa iyyakum. Send me these answers before the next class. Okay.